السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك وفي عمرك. وإياكم، اتفضل. ممكن بعد إذن حضرتك أعرف صحة هذه الأحاديث؟ اتفضل. إن البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. لا يصح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فجوزوه. لا يصح.